لابس حلق وقميص شفاف في الحفلة. الفنان أحمد سعد أحيا حفلة كبيرة ضمن حفلات موسم جدة 2023 على مسرح بنشمارك، وظهر بإطلالة غريبة أثارت جدل كبير بين رواد السوشيال ميديا، وكان لابس حلق فضة وقميص أسود بكم شفاف. من وقتها السوشيال ميديا مقلوبة على اللبس اللي كان لابسه، وكل الناس بتتكلم عنه. بس أحمد سعد مش أول فنان يظهر بإطلالة غريبة في حفل غنائي. ظهر قبل ويجز في حفلة أحياها في دبي، وكان لابس قميص ساتان منقوش وبنطلون شارلستون، واستغربت الناس كلها وقتها الإطلالة بتاعته وستايل لبسه. ولكن الناس اتعودت من ويجز على ستايلات غريبة، سواء في الحفلات أو حتى المهرجانات اللي بيحضرها، دايما لبسه بيعمل ضجة وبيبقى ترند. شيرين كمان بتثير دايما الجدل بستايلها في الحفلات في الفترة الأخيرة، أبرزهم حفلتها في دبي واللي ظهرت فيها لابسة جيبة بنفسجي وتيشيرت بنفسجي، والإطلالة اتكلفت فوق 100,000 جنيه، ودخل الناس كلها تتكلم وتنتقد اللبس. وفي حفلة تانية ليها في الكويت ظهرت شيرين لابسة بنطلون جلد وسويتشيرت أسود وجزمة رياضي لونها أبيض، والناس وقتها استغربت لأن اللبس كاجوال قوي، وقالوا أكنها رايحة تقعد شوية مع أصحابها مش طالعة المسرح تغني. يا ترى إيه أكتر إطلالة فيهم استغربتها؟ وعجبتك إطلالة أحمد سعد ولا لأ؟